بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب المعرب والمبني، والاسم منه معرب. لا حرج، لو قلت في المعرب ما في شيء. كان يفتتح القراءة بالحمد لله، ثم حكاية. رحمه الله، والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف مدني. صحيح. قال الاسم ضرباني، معرب وهو الأصل، ومبني وهو بخلافه، ويبنى الاسم إذا أشبه الحرف شبها مدنيا أي مقربا. أنا قوله والاسم منه معرب، وبدأ به، ومنهج ابن مالك أن يبدأ بالراجح وأن يبدأ بالكثير لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. جئتنا الكلمة فيها اسمان، التاء اسم وضع على حرف واحد، فهو بذلك أشبه الحرف الأحادي. وفي الحروف العربية 13 حرفا أحاديا، و26 حرفا ثنائيا، و25 حرفا ثلاثيا، و15 حرفا رباعيا، وحرف واحد خماسي وهو لكن. فجملة الحروف العربية 80. فالتاء في جئت اسم وضع على حرف واحد، أشبه باء الجر، واو القسم، وتاء القسم، ولام الجر، ونا اسم وضع على حرفين، فهو بذلك يشبه الحرف الثنائي كمن وعن. هذا الشبه وهو الشبه الوضعي خاص بالضمائر، الضمائر كلها مبنية أشبهت الحرف شبه وضعية. والمعنوي في متى وفي هنا، متى تكون اسم استفهام، فهي بذلك تشبه هل وتشبه همزة الاستفهام. استعمل الاسم في معنى يستخدم فيه الحرف وهو الاستفهام فأشبهه وحمل عليه فبني. أسماء الاستفهام مبنية كلها، كيف حالك، وأين زيد، وأين محمود، ومتى السفر، وأيانا. أسماء الاستفهام مبنية كلها. متى نفسها تكون اسم شرط، فتقول متى تسافر، أسافر، فهي بذلك نظير إن تسافر، أسافر. أشبهت حرفا. استعمل الاسم في معنى يستعمل فيه الحرف فبني. إذن أسماء الشرط كلها مبنية، نحو أينما تكون يدرككم الموت، كيفما تكون يولى عليكم، من يقوم أقوم معه، وما تفعلوا من خير يعلم الله، وقالوا مهما تاتينا به من آية لأسحرنا بها فما يخفون. هنا اسم إشارة، أشبه حرفا غير موجود، الإشارة معنى من المعاني حقه أن يؤدى بالحروف، كما أدت العرب المعاني الأخرى بالحروف. تمنوا فجاءوا بليت، ورجوا جاءوا بلعل، وشبهوا جاءوا بكأن، وأكدوا جاءوا بإن. فالإشارة معنى من المعاني حقه أن يوضع له حرف. أسماء الإشارة بنيت أشبه الحرف لم يوضع، حقه أن يوضع. وقال بعضهم أشبهت أل الحضورية، فهي نظير حرف موجود، الله أعلم. والمعتمد الأول أعربوا هذان وهاتان، قال أعربوا هذان وهاتان لأن شبههما بالحرف نازعه شبههما بالاسم، وهو التثنية، التثنية من خواص الأسماء. والأصل يرجع إليه بأدنى سبب، الأصل في الأسماء العرب. وقال بعضهم هي مبنية، إن كانت في محل جر فهي مبنية على الياء، وإن كانت في محل رفع فهي مبنية على الألف. وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر، إذا أشبه الاسم الحرف في كونه ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل فإنه يبنى. هذا خاص بأسماء الأفعال. أسماء الأفعال تقول هيهات العقيق، هيهات نابت عن بعودة ولا تتأثر بالعوامل، كما أن إن نابت عن أشبه ولا تتأثر بالعوامل، بخلاف الاسم النائب عن الفعل إذا تأثر بالعوامل فإنه يعرب، نحو ضربا زيدا، ضربا نابت عن يضرب ولكنها تأثر بالعوامل فهي معربة. الشرطان معتبران،
أن ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل. هذا خاص بأسماء الأفعال، وهي ثلاث فئات: اسم فعل ماضي كهيهات وشتان، واسم فعل الأمر نحو دراكي وكتاج، وهو كثير، ويكفي أنه مقيس في كل فعل ثلاثي تام متصرف تام تصرف وسبب الكروه. واسم فعل مضارع نحو أف ووا ووي وواها، وكف ثقال أصيلا. كذلك يبنى الاسم إذا أشبه الحرف في كونه مفتقرا افتقارا متأصلا إلى جملة. هذا خاص بالأسماء الموصولة. الاسم موصول يفتقر افتقارا متأصلا دائما إلى جملة. تقول جاء الذي أبوه قائم، الذي افتقرت الجملة الاسمية التي بعدها. جاء الذي يقرأ أبوه القرآن، الذي مفتقرة إلى الجملة الفعلية التي بعدها. فإن كان الاسم مفتقرا افتقارا متأصلا إلى مفرد وعرب كأسماء الجهات أمام الدار وخلف الدار وعند ولداء وسبحان الله ومعاذ الله، كلها مفتقرة افتقارا متأصلا إلى مفرد فيمعرف. وكذلك إذا كان الاسم مفتقرا افتقارا إلى جملة ولكنه غير متأصل فيعرف، نحو جاء رجل يقرأ أبوه القرآن، النكرة من حيث هي تفتقر إلى ما تصف به ولكنه ليس افتقارا أصليا، المعنى تام بدون الصيغة. واضح؟ افتقار الصيغة، وإنما أعرب اللذان واللتان لما قيل في هذان وهاتان. نعم. سؤال بس. بالنسبة للمطاء الصلي. نعم. يعني معنى المطاء الصلي. أن يكون أن الاسم أن يكون الاسم لا يفيد مطلقا إلا من خلال الصلة، من خلال ما افتقر إليه. هذا الافتقار المتأصل. قلنا جاء رجل يقرأ أبوه القرآن، رجل يفتقر إلى يقرأ أبوه القرآن لكن ليس متأصلا ولا بد أن يكون إلى جملة، وهو في هذا نظير الحرف إن لا تفيدك إلا من خلال مبتدأ وخبر. كتبت بالقلم الباء لم تفيدك إلا من خلال فعل وفاعل ومفعول حتى وفرت لها جملة كاملة. أنا قولي وكفت قال أصل نظير الأسماء الموصولة في هذا إذ وإذا وحيث. إذن نرجع فنقول وجه شبه الاسم بالحرف المقتضي لبنائه أربعة أنواع: شبه وضعي خاص بالضمائر، وشبه معنوي خاص بأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة، وشبه افتقاري خاص بالأسماء الموصولة وإذ وإذا وحيث، وشبه النيابة، وشبه استعمالي خاص بالأسماء الأفعال. لماذا بنيت كم بقسميها الخبرية والاستفهامية؟ قالوا إما أن نقول أشبهت الحرف وضعا فهي على حرفين، وإما أن نقول كم الاستفهامية أشبهت الحرف معنا فهي نظير أسماء الاستفهام، وكم الخبرية تدل على التكثير فهي نظير رب، رب تدل على التكثير، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فإذا كم بقسمها أشبهت الحرف وبنية أنا قوله وكفت قال أصيل. قال رحمه الله ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. استكمل في هذا البيت أنواع الإعراب. أنواع الإعراب ثلاثة: إعراب محلي خاص بالمبنيات، وإعراب تقديري يقع في المقصور والمنقوص والمضاف إلى المتكلم والمضارع المعتل بالألف أو بالواو أو بالياء، والثالث الإعراب اللفظي. فاستكمل أنواع الإعراب. قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، وذلك نوعان: ما يعربه لفظي ومثله بأرض، وما يعربه تقديري ومثله بسماء. قال رحمه الله وفعل أمر ومضي بنية وأعرب مضارعا في العالية من دون توكيد. الأحسن أن تقول وفعل أمر ومضي، لأنه لا يتأتى أن ينجر مضي بمن جر به فعل أمره، لأنك لا تقول فعل مضي لا يقال، فالأحسن أن تعطيه على فعله. وفعل أمر ومضي بنية، أي أن الفعل الماضي مبني، وصور بنائه ثلاث: يبنى على الفتح في نحو ضرب وكتب، ويبنى على الضم في نحو ضربوا وكتبوا، ويبنى على السكون إذا أسند لضم الرفع المتحرك، وهي ثلاثة: تاء الفاعل ونا الفاعل ونون النسوة. والأمر مبني قالوا يبنى على ما يلزم به مضارع، وهو حكم أغلبي،
فيبنى على السكون في نحو يضرب، ولا أحد في حرف العلة في نحو يخشى أغسو يرمي، ولا أحد في النوم في نحو يضربا يضربوا يضربي. هذا أغلبي قد يبنى على فتحة نحو ضربن. والجواب عن ذلك أن الأمر حيث هو محمول على مضارعه، فما يبنى به مضارعه إذا قلت والله لتضربن بني على الفتح هو نظيره في هذا. هذا أنا قولي وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا، المضارع معرب لأنه ضارع الاسم في وزنه وفي دلالته على الحال أو الاستقبال وفي تثنيته وفي جمعه وفي وقوع كل منهما خبرا لإن، فقول إن ربك لا يحكم إن ربك لا سريع العقاب، فهو مبني لأنه نظير الاسم. هذا قولي. وأعرب مضارعا عليا من نون توكيد مباشر، إذا باشرته نون التوكيد لفظا وتقديرا بني معه على الفتح نحو الله لأكيدن كلا لينبذن، فإن فصلت عنه لفظا وتقديرا أعرف نحو لا تتبعان لتبلون، فإما ترين فكذلك قد يكون انفصالها مقدرا نحو ولا يصدنك، النون باشرت آخر الفعل المضارع ولكنها مقدرة الانفصال بينهما واو جماعة فاعل سقط التقاء الساكنين والمحذوف لعلة تقديرية كالموجود. نقول وأعرب مضارعا عليا من نون توكيد مباشر، مباشر معتبرة. قالوا لماذا؟ قال من أسباب البناء التركيب، وتركب العرب شيئين تقول 15 في باب العدد، وتقول لا رجل في باب لا نفي الجنس، ولا تركب العرب ثلاثة تقول لقيته صحرة بحرة أي منفردين، فإذا أضفت ثالثا قلت لقيته صحرة بحرة نحرة، فقولك وتالله لأكيدن فيه تركيب الفعل ونون التوكيد، لكن إذا قلت ولا تتبعاني فاللفظ فعل وألف اثنين ونون التوكيد وثلاثة لا تركب ورجع إلى العرب. كيف نعرف باشر؟ لا تتبعاني تقول لا ناهية جازمة، تتبعاني فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، والألف فاعل مبني في موضع رفع. ولا يصدنك تقول لا ناهية يصدنك مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون، والواو فاعل مبني في موضع رفع سقط التقاء الساكنين. ومن نون إناث إذا أسيل لنون الإناث بني معها على السكون، ووجدت في كتاب الله كلمة واحدة لم أرى من مثل بها بلفظ واحد، مع أنها في مكان مرفوعة المحل وفي مكان منصوبة المحل وفي مكان مجزومته واللفظ واحد. قال تعالى واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم محلها رفع، إلا أن ياتين محلها نصب، ثم ادعهن ياتينك سعيا محلها جزم جواب الطلب واللفظ واحد. مرة قال رحمه الله وأعرب مضارعا عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفث. لماذا بني المضارع مع النونين؟ قالوا النونان لا تتصلان إلا بالأفعال، فاختصاصها بالأفعال، والأفعال الأصل مبنية، فلما اتصل بالمضارع ما لا يتصل إلا بالمبنيات بني. فهمتها؟ الحمد لله. أنا قولي وأعرب مضارعا عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن على منفث. أقرأ. قال رحمه الله وكل حرف مستحق للبناء والأصول مبنية، الحروف كلها مبنية لأنها لا تفتقر إلى الإعراب في معانيها، معنى الحرف مفهوم من لفظه بعكس الاسم، الأسماء نفتقر إلى الإعراب فيها كثيرا ليميز معانيها. فلو قلت ما أخذت منك درهم ولم تعرف، ما أخذت منك درهم تحتمل وجهين، إذا قلت درهما كنت منكرا، وإذا قلت درهم كنت معترفا. وتقول ما أحسن زيدا بالنصب، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، نصبه دل على التعجب، رفعه دل على الإخبار، جره دل على الاستفهام. إذن الأسماء تفتقر إلى العربي. أنا قولي وكل حرف مستحق للبناء والأصل المبني أن يسكن، الأصل البناء السكون، إذا بني الحرف على سكون لا سؤال فيه، وإذا بني الفعل على سكون لا سؤال فيه. أضح؟
لان اصل افعال البناء. واذا بني الاسم على سكون فيه سؤال واحد، لماذا بني؟ واذا بني الاسم على حركه فيه ثلاثه اسئله، لماذا بني؟ ولماذا على حركه؟ ولماذا كانت هذه الحركه كذا؟ واضح؟ قال ابن بلال رحمه الله: حرك من اجل وحده والساكن والشبه المبني والتمكن وسحر خفه وللاصل كذا فرق واتباع فراع الماخذ واكسر للثلاث وضم مكسرة للحمل والساكن من حيث يرى تناسب او تناسب وضم لخلف المعرب وكونه كالواو فعلم تصب.